السلام عليكم اخي عبد الله. اللطيف انه هسه انا دا اشوف حجز يعني التذاكر اليوم الجمعة 10 ديسمبر. واقعا ما لقيت، يعني انا المكان اقرب مكان علي على بيتي ما لقيت تذاكر، يعني هي مطولة القاعة، فاضطريت اشتري التذاكر اليوم السبت، عفوا السبت والاحد اكو عندنا شو اسمه تذاكر، ويعني حالة عجيبة، بس إن شاء الله ربي يوفقنا لكل خير.